في أحدث حلقات الهجمات السيبرانية التي تدور خلف الشاشات بين واشنطن وبكين، كشفت الولايات المتحدة ومجموعة من الدول الغربية وشركة مايكروسوفت عن هجوم سيبراني واسع النطاق وجهت فيه أصابع الاتهام إلى مجموعة مدعومة من الصين. النشاط السيبراني بحسب الغرب تسلل إلى قطاعات البنى التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، ونفذته مجموعة فولتايفون التي كانت تنوي التجسس والحفاظ لأطول فترة ممكنة على قدرتها على ولوج بيانات البنى التحتية من دون أن يتم اكتشافها. فما هي المعلومات المتوفرة عن هذه المجموعة وما أهدافها؟ خصوصاً أن واشنطن وحلفائها حذروا من هجمات مماثلة قد تحدث في جميع أنحاء العالم. مجموعة فولتايفون تنشط منذ منتصف عام 2021 في استهداف مؤسسات البنية التحتية، والتي تشمل مؤسسات تعمل في قطاع الاتصالات والصناعة والمرافق العامة والنقل والبناء والبحرية والتعليم. ولتحقيق هدفها تقوم المجموعة بجمع البيانات ثم تضعها في ملفات أرشيفية متسلسلة قبل أن تستخدم هذه البيانات المسروقة. ولتغطية مساراتها تدمج أنظمتها في نشاط عمل الشبكات في المؤسسات التي تخترقها للتهرب من رصدها وعدم ترك أي أثر خلفها. ووفقاً لتقارير صحفية، فإن الكشف عن هذا النشاط التجسسي عززه إسقاط منطاد التجسس الصيني الذي حلق فوق ولايات أمريكية قبل أشهر، والذي يعتقد أنه يرتبط بنشاط تجسسي يستهدف النقل الجوي والبحري والبري.